شوفوا لما بصير مشكلة في الجزائر والله كل فلسطين بتتأسى، والله كل فلسطين بتتأسى. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. بنرحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا وعلى مدار الوقت. متابعينا الكرام، كل الترحاب إلكم وكل التحية لكم، تحيات خالصة من أرض فلسطين، أرض القدس، مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل التحية للأناس المؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق، وأن الاحتلال سيزول حتما ما بإذن الله تعالى. دوما نفرح أو نحزن لأي شيء يصيب أهلنا في الجزائر. إن أصابهم الفرح فنحن كفلسطينيين يصيبنا الفرح التام والفرح من داخل قلوبنا، وإن أصابهم الحزن فبكل تأكيد يصيبنا الحزن. والله متابعينا الكرام، لما بنشوف فرحة أهلنا في الجزائر سواء بمباراة أو بمناسبة أو باحتفال أو الفلسطيني بتقبل فرحة مش سيئاهم، كما لما بصيبهم الحزن من شهداء أو والله أيضا الحزن يعم الشارع الفلسطيني. بتصادف أنا بقلب على الإنترنت بالانفجار الكبير الذي حصل في برج بوعريج في محافظة من محافظات الجزائر، وصدقا يا الله لما شفت هالمناظر وانتشال الجثمان واللي صاير في هاي المحافظة بالتحديد، يا الله يعني بلاء عظيم على هذه العائلة وخصوصا في هذا الشهر المبارك في رمضان. صراحة والله ما نعرف ايش احكي ولا ايش بدي اقول، لكن بكل تأكيد تأكدوا تماما ان قلوب الفلسطينيين معكم، ان دعواتنا معكم. على هذا ابتلاء عظيم من الله عز وجل ان يكون لكم في يعني ان يغفر لكم إن كان إليكم أي ذنوب أو أي معاصي، أن يكون لكم هذا غفران. وهذه أيضا من يبتليه ربنا عز وجل هو كرامة عظيمة عز وجل. ربنا لن يبتلي عبدا إلا إذا أحبه، العبد اللي بحبه ربنا بيبتلي. فبكل تأكيد صبركم الله. للأمانة والله يعني متوقع، يعني مو عارف شو أحكي وشو أقول بسبب المناظر اللي شفناها، الانفجار عام في البرج بشكل عام، موصل عدد من الشهداء وعدد من الضحايا ممكن ما إلهم أي ذنب. يعني حسب المعلومات اللي وصلت أن الانفجار هذا بسبب تسريب لغاز في شقة من الشقق السكنية داخل البرج، لكن نسأل الله تعالى أن يرحم شهداء هذا البرج وشهداء هذه المنطقة، منطقة بوعريج، وأن يشفي جرح هذه المنطقة، أن يكتب لكم إن شاء الله الأجر العظيم، وأن إن شاء الله أن يرحمكم الله برحمته عز وجل. حبينا في هذا الفيديو نقدم تعازينا للشهداء ونقدم مواساتنا للجرح الأبطال داخل هذا الحادث والانفجار العظيم. خلينا نشوف الخبر اللي شفنا فيه إعلان الانفجار، ومن ثم نعود لكم مشاهدي الكرام. ستكون بالفاجعة الأليمة التي ألمت بأهلنا في ولاية برج بوعريج، حيث قال بيان لمصالح الحماية المدنية أن حصيلة الحادثة التي مست أحد المنازل بحي 5 جويلية ارتفعت إلى 10 وفيات بينهم رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر، إضافة إلى 16 جريحا تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و40 سنة، نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيد الأخضر. متابع المزيد من التفاصيل في ميكروفون تقي الدين زيا. اليوم الدار هذه وغدوة الدار الأخرى، بيروقراطية تاع الإدارة هذه ما حبش تنح. البارح الله يرحمه البارح خرج ليهم عيط لهم جوا على 10:15، بقاتلوا 8 سوايع يموت على 10:15، قالوا له روح بدل الروبيني ومن بعد العيد باش نجيو ليك. مات مسكين الله يرحمه، هو راه عند ربي. طفويت عيطنا لهم، جاو سونا الغاز جاو البارح في الليل. واش خسرت عليهم؟ خسروا علينا 2 كلمات، قالوا له روح بدل الطوندور برك، هذا مكان
الصباح ربي وقع الانفجار 9:15 وقع الانفجار وين راح تعاونا كون؟ 9 رمضان قالوا نجيو نبدلوه 9:15 9:15 مساكن كان الله وبقي الله منع غير مول الدار مسكين برك الباقي اللي شاشرة الدار نساء الاولاد كلش راح مساكن هاي قدامكم ها هاك شوفوا هيك شفنا احنا الخبر وشفنا يعني بنشوف احنا في التصوير التدمير الهائل اللي حاصل في هذا الانفجار. على كل حال متابعينا ومستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام أحبابنا في دولة الجزائر اعلموا تماما أن قلوب الجزائريين معكم قلبا وقالبا أن مواساتنا لكم عظيمة جدا وأننا والله نحبكم أن فرحكم هو فرحنا وحزنكم هو حزننا. شوفوا لما بصير مشكلة في الجزائر والله كل فلسطيني بتتأزى والله كل فلسطيني بتتأزى. من هذا المنطلق ومن هذا النهج ومن هذا نقدم لكم نحن كفلسطينيين وأنا كفلسطيني اسمي حسام أبو الحاج أقدم تعازية التامة لأهالي شهداء هذا البرج أقدم مواساتي ووقوفي بجانب الجرحى في هذا البرج. نسأل الله أن يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل وكل ابتلاء رحيم من الله عز وجل. إذا ابتلى الله عبداً ربنا أكيد بحبه وربنا أكيد بحب العبد اللي بيبتليه. فصبركم الله وكان الله معكم كل تأكيد ورحم الله الشهداء وأشفى الله الجرحى العظماء كل تأكيد. ونقدم تعزينا أيضا للشعب الجزائري العظيم قدم أحر تعزينا للحكومة الجزائرية. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ونسأل الله أن يديم عليكم راحة البال والسعادة التامة بإذن الله تعالى. هيك متابعينا الكرام كانت حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يرحم شهدانا وأن يشفي جرحانا وجرح المسلمين في فلسطين والجزائر ودامت القدس العربية حرة مستقلة. متابعينا الكرام للي حابب يشوف أعمالنا عن الجزائر وأعمالنا عن أهلنا وأحبابنا في دولة الجزائر بشكل عام موجود في صندوق الوصف أعمال وموجود في القناة بإمكانك تنزل وتشوف وتشاهد فيديوهاتنا. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يحميكم من كل شر ومن كل سوء من أرض فلسطين أرض غزة العزة. كل تحية لكم. كان معكم قبل ما ننهي صحيح ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أرض فلسطين أرض غزة. كل تحية لكم وكل تحية لشعب الجزائر. كان معكم حسام أبو الحاج بأمان الله استودعتكم ربي. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه.